مقولة لجون كينيدي، يقول لا ترتدي الملابس الغالية حتى لا تكتشف أنك أن ملابسك أغلى منك. شوف يعني هو ما يلغي أنه الملابس تكون موجودة، لا، يلغي أنك أنت يكون عندك مخبر ومظهر بالثنتين. هنا قصة، وأنا في ثالثة ابتدائي، الحقيقة رابعة، ثالثة، كنت رابعة، كنت مثال للطالب الغبي الفاشل الذي لا يحسن أي شيء، لا أعرف أقرأ ولا أكتب، ما غير جالس في الفصل آكل وأشرب بس. والحقيقة أمي الله يرحمها يسكنها جنة النعيم شرت لي جزمة، حذاء، جزمة جميلة جدا. وكان المدرس من عادته في كل نهاية حصة تعبير إذا انتهت يقوم كل طالب، يختار من كل طالب أبرز ما فيه. كنت أنا في الصف الأول، فكان في مصطفى، قال أتمنى أخذ خط مصطفى، وجاء الثاني أتمنى أخذ ترتيبه للكتب، الثالث أتمنى أخذ نظافته، أتمنى الرابع أتمنى أخذ انطلاقة لسانه. فهو جل عرفاج جاف كائن حي ليس فيه ما يميزه إلا الجزمة التي يرتديها. فقال له العرفج، قال اختار جزمة العرفج. فالحقيقة أنا شعرت بمغص من ذلك الوقت، تغيرت حياتي، أنه أنا يعني أغلى ما فيني وأحسن ما فيني، هذا لازم أبرز موارد. الآن هو طبعا كلمني هذا الصديق بعد 40 سنة، قال أحمد الآن أبغى كل ما فيك، كل ما فيك أبغى. فشوف التحول كيف، أنه المارك أحيانا أو الكذا. ولذلك في وزير تجارة فرنسي خطير قال الماركات اخترعها الأذكياء لسرقة أموال الأغنياء فصدقها الفقراء. وأنا كنت من الفقراء وصدقت الكلام. لما تقول لك براند ريم، مش براند ريم، لأن ما أتكلم عن الجودة. أحيانا مثلا التمر أحسن من الشوكولاتة الماركات العالمية، صح التمر أفضل، يعني احنا لازم نفرق بين الماركة والجودة. هذا لا يعني أنك تشتري ملابس رديئة، لا، اشتري ملابس ذات جودة عالية ولا تعنيك الماركات. يعني عاد الناس فيما يعشقون طبعاً. مثل ما يقولون مذاهب، يعني في ناس يفضل كذا، ناس يفضل. دكتور بناخذ سؤال تبرع، بس في سؤال انا ودي، عندي فضول كبير اسمع اجابته، واتوقع انك قلتها سابقا لكن نذكر فيها الحين. يعني هذا الطالب الغير جيد اللي لا يفهم شيء ولا يعي شيء ويحضر الفصل ياكل ويشرب خلاص، تحول يعني الان امامنا الى رجل ناجح في كثير من الاشياء التي كان يفشل فيها، التعبير والخط والكتابه وغيرها، وين كانت نقطه التحول اذا صحت التسميه؟ والله هي عده نقاط، هذه واحده منها. طبعا ما جت الا بعد سنتين، بس اعتقد انه كان المدرسين لهم دور، الاهل لهم دور، واحيانا يا اخي ترى زي ما قلنا بالفشل ترى مهم، في انعطافه معينه تذكرها بالضبط ولا لا الموضوع جاب التدرج؟ هي محطات الفشل وصلتني الى النجاح، محطات الفشل. قلت لك لما الانسان يسقط مره ومرتين. وبعدين في قصه مميزه الوالده قالتها لي الله يرحمها، قالت شوف، وانا بخمسه سادسه ابتدائي، قالت يا احمد شوف، انت لا انت ولد امير ولا انت ولد وزير، لن تستطيع ان تتفوق على جيلك وابناء شعبك الا بطريقه، ابناء الشعب الا بطريقتين، يا انك تدرس وتتفوق عليهم في العلم، بالعلم والمال يبني الناس مجدهم، لم يبنى مجد على جهل وإقلال، أو الشيء الثاني بالمال. المال بعيد عنك الآن، مع أنه الحمد لله ما عاد صار بس بعيد، لكن قالت لي طريق العلم هو اللي يخليك أنت تتميز على أقرانك. وأنا أخذت الحقيقة العلم، والعلم هو اللي جابني هنا، والعلم هو اللي جابك هنا، أنت لا جيت بواسطة ولا شيء، جابت قدراتك اللسانية وقدرتك الخطابية. صحيح، الله يرحم لولو والعجلة، آمين، على قد ما كانت حكيمة وكانت أيوة، يعني الله يرحمها، عظيمة.